بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، هيره مجلسي أرب إصنام معهيل لخد قراب من سحن محمسي أررر دالب لهيب الرمضي تلا هبيص على فول الذهداهي نون طوم لهيا لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. و